دشن مركز عيسى الثقافي كتاب الصخير رئة البحرين للباحث مبارك عمر العماري الذي يؤرخ الجوانب التاريخية الطبيعية والمعمارية والاقتصادية لمنطقة الصخير فضلا عن مكانتها السياسية والاجتماعية والثقافية في الذاكرة الوطنية. وقد تم التدشين بمقر المركز بحضور سمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية وسعادة السيد علي بن محمد الرماحي وزير الإعلام. وألقى سمو محافظ المحافظة الجنوبية كلمة أعرب فيها عن اعتزازه بما شهدتها منطقة الصخير من اهتمام كبير من جلالة الملك المفدى، حيث أن هذه الرعاية أسهمت في الحفاظ على تألقها لتبقى مزدهرة ومثيلة بتاريخها، مشيدا سموه بدور وزارة شؤون الإعلام في إبراز مختلف الجوانب التاريخية والحضارية لمملكة البحرين، ومثنيا على الجهود المميزة على الجهد المميز الذي سعى إليه مؤلف الكتاب الأستاذ مبارك عمرو العماري. من جانبه أكد معالي الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة نائب رئيس مجلس الأمناء المدير التنفيذي لمركز عيسى الثقافي في كلمته أن فكرة هذا الكتاب تنطلق من سعي مركز الوثائق التاريخية بالمركز نحو تأريخ وتوثيق أهم معالم البحرين المكانية والطبيعية التي تمثل الملامح الحضارية والتاريخية للبحرين. وتضمن كتاب الباحث مبارك العماري 8 فصول تستعرض مسيرة التجديد والإنجازات والمشاريع التطويرية والجوانب الثقافية والاجتماعية في منطقة الصخير. كتاب يدشنه مركز عيسى الثقافي اليوم للكاتب والمؤلف مبارك العماري الذي بلا شك أبدع في إصدار هذا الكتاب، ويعتبر في الحقيقة جزء من الكتب التي يسعى المركز إلى إصدارها، وهي تعني بالمناطقية في البحرين، ومناطقية بمعنى أن هذه المناطق للبحرين ككل. فالبحرين تتميز بالتاريخ المناطقي، فهناك في الحقيقة كثافة مناطقية نستطيع من خلالها أن نبني تاريخ متكامل لكل البحرين. حقيقة كنا اليوم في تدشين سجل كتاب مهم جدا، ويعتبر صفر يحوي مجموعة من الصور التوثيقية والمادة حقيقة التسجيلية التي تناولت منطقة الصخير بصفتها رئة البحرين. ومنطقة الصخير منطقة تاريخية حقيقة تأسست في التاريخ، وجدد معانيها وجدد مبانيها جلالة الملك وأعاد لها الحياة من جديد. الصخير بمعالمها الجميلة بريضانها وبعيونها ذات الماء العذب وبالهدوء وبالمباني التاريخية من قصور ومساجد قديمة لشيوخ البحرين الأوائل، والآن لجلالة الملك قصر الصخير الذي أعيد تجديده. فكانت الصخير وما زالت تعج بالآثار التاريخية المهمة في تاريخ البحرين. في الحقيقة الكتاب يتكلم بالأخص عن منطقة، ولكن هذه المنطقة تنبض بالحياة، فهي لا تتكلم فقط عن منطقة أو محيط أو عن قصر، وإنما تتكلم عن حقبة تاريخية مهمة في تاريخ البحرين وبكل ما تحويه هذه المنطقة من مختلف الجوانب، سواء الجوانب الشخصيات التي عاشت في هذه المنطقة أو العيون الطبيعية اللي كانت موجودة أو أسماء حتى المناطق التي لا يعرفها حتى الأجيال الحالية في هذه المنطقة. نبارك ونهنئ هذا الإنجاز وهذا الإصدار للعاملين عليه، للمؤلف هذا الكتاب الأستاذ مبارك عمرو العماري الباحث في هذا المجال، كما نثمن هذه الجهود لمركز عيسى الثقافي لما تقوم به من توثيق لمناطق مهمة ومناطق تاريخية ووثائقية لمملكة البحرين. هنيئا لهذا الإنجاز.